عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. طيب لو حكينا أنه عبد الله بن جحش هو أخو زينب، وأم زينب هي أمية بنت أميمة عفوا أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه القربة ما بين زينب؟ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا عليم. مع السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. في نسب هذه المرأة زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر من بني مخزوم، وهي مخزومية أسدية، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخوها عبد الله ابن جحش أحد السابقين إلى الإسلام، وكان قائدا لسرية نخلة التي حدثت في غزوة التي حدثت قبل غزوة أحد. وهذا الصحابي عبد الله قد استشهد في غزوة أحد، ودفن هذا الصحابي رضي الله عنه، هو وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. طيب لو حكينا أنه عبد الله بن جحش هو أخو زينب، وأم زينب هي أمية بنت أميمة عفوا أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه القربة ما بين زينب وما بين حمزة بن عبد المطلب؟ هلا حمزة عبد المطلب من يكون؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أميمة؟ أميمة أخت النبي، أخت أخت حمزة. تمام تمام. طب عبد الله ابن لأميمة، يعني بيكون هو خاله. تمام تمام. فدفن هو وخاله رضي الله عنهم في قبر واحد. عبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب حينما استشهد في غزوة أحد دفنا في قبر واحد، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لعله لم يكن هناك قبور، لعله أشياء يعني ليس لم يذكر يعني الصحابة رضي الله عنهم الحكمة من دفنهما في قبر واحد. هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون بنت عمته. تمام. طيب انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها لزيد ابن حارثة. زيد بن حارثة كان قبل أن يبطل حكم التبني اسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيه، وكان هذا الشيء لم يرد فيه تحريم، فما دام أنه لم يرد فيه تحريم فهو باق حكما لم ينزع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش على بنت عمته فخطبها، حكى له أريدك زوجة لزيد. فقالت يا رسول الله لست بناكحته، أنا ما بدي إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى بدك تنكحي، بلى فانكحي. قلت هي تقول، قالت يا رسول الله أمري في نفسي، يعني أنه إلي الخيار ولا ما إلي الخيار؟ فما تزال هي وإياه يتحدثان في هذا الأمر حتى أنزل الله تعالى قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت يا رسول الله رضيته لي، أنت يا رسول الله بترضى يكون زوج إلي؟ قال نعم. قالت إذن قبلت.
فنكحها زيد رضي الله عنه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ليش بده يزوجه إياها لزيد؟ ليش بده يزوجه إياها؟ هلأ زيد يعتبر في البداية من طبقة العبيد، تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه وهو كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطوة يقوم فيهدم الفوارق الطبقية ما بين الناس في الإسلام. زينب من طبقة من سادات قريش، يعني هي نسبها من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، عمتها، وتنتسب تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقدم على هذه الخطوة هدم الفوارق الطبقية ما بين الناس. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أقدم على هذا الأمر؟ قال لأنه القدوة الذي يجب في البداية أن يبدأ بالأمر على نفسه. بهذا الأمر أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الفوارق الطبقية. ولكن الله سبحانه وتعالى له غاية بعد هذا الشيء، له هدف، له حكمة الله سبحانه وتعالى. فكل يوم، يعني ربما كل يوم، ربما بين الحين والآخر، يأتي زيد يشتكي على زوجته: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطيعني، يا رسول الله مشاكل زوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله. يقول: يا رسول الله أريد أن أطلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله. فأنزل الله تعالى قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يخفي في قلبه؟ يخفي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أن الله تعالى قد أوحى إليه بأن زيدا سيطلقها، ثم تقوم يا محمد صلى الله عليه وسلم فتتزوجها. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان، الله تعالى قال له: وتخشى الناس. طب من هم الناس؟ قال: هؤلاء المنافقون. كانوا يقولون، النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يصدر كلاما ويتردد في المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب، فما كاد ينتظر حتى يطلقها زيد حتى يتزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر من الله سبحانه وتعالى صريح بهذا الأمر. الآن بعد ما انتهت الحياة ما بين زيد وزينب ولم يعد هناك وفاق بينها، طلقها. فلما طلقها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، أنت الزوج الأول لزينب، اذهب إلى زينب فقل لها إن عليا يخطبك. شوف الآن الحجم المعاناة اللي بدأ يلقاها زيد، إنه هو رايح يطلب إذ زوجته السابقة لعلي بن أبي طالب. فكلمها من وراء حجاب، فعظم ذلك في نفسه، فذهبت، يقول زيد، فذهبت إليها وجعلت ظهري إلى الباب وقلت: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يذكرك، وما كنت لأحدث شيئا حتى أمر ربي. تقول زينب: إنه أنا يا زيد سمعت كلامك وسمعت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا الكلام أنا لن أجيبك، يعني أنا بدي وقت، مو أنت جيت يا زيد خطبتني إلى علي رضي الله عنه، فأنا لن أقوم بأي أمر، لا إيجاب ولا رفض، حتى أحدث ربي، يعني حتى أستخير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم متحرج من هذا الأمر، إنه كيف الآن الناس بتصير تنظر إلي إنه أنا متزوج زوجة ابن السابق؟ هذا الكلام، ابن من النسب يحرم هذا الكلام. فالله تعالى أراد بهذا الأمر أن يسقط حكم التبني، والدليل على ذلك أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه بالتبني، فأسقط الله سبحانه وتعالى هذا الحكم. فالله تعالى قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أمر من الله سبحانه وتعالى أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت زينب رضي الله عنها تفتخر على باقي النساء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: لقد تزوجكم النبي وزوجني الله النبي. يعني أمر الزواج، يعني العقد، الله تعالى أمر به من السماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وكما ذكرنا إخواني، الحكمة من ذلك هي قطع التبني وإزالته من رؤوس الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم القيامة. الخطبة لسيدنا علي شنو؟ هلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة قد ترملت، يعني قد طلقت، طب بدأت تتزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له، ولم يكن في ذلك الوقت كان قد نزلت الآية زوجناكها، يعني لسه ما نزلت زوجناكها، لا لا،
لأنه لو نزلت زوجناها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمر الله تعالى. الآن مكانة زينب وفضلها، كانت عائشة رضي الله عنها تقول عنها، الآن اسمع كلام الضرائر عن بعضهم، قال كانت زينب هي التي تساميني من أزواج النبي، يعني منزلتها قريبة من منزلتي، في نفس المستوى أنا وياها، ولم أرى امرأة قط خيرا من زينب في الدين، ولا أتقى لله، ولا أصدق حديث، ولا أوصل رحم، ولا أعظم صدقة، وكانت أشد تبتنا لله سبحانه وتعالى. يصفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول كانت أواها. فقال رجل يا عمر يا أمير المؤمنين ما الأواها؟ قال الأواه هو الخاشع المتضرع. ثم تلا قول الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. شاركت زينب رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف بعد حنين، وفي غزوة خيبر، وفي حجة الوداع. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت محافظة على عهدها وعلى ما كانت عليه من الصدقة، حتى أنها أطلق عليها اسم أم المساكين. ستلاحظ أن كثير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم هذا اللقب أم المساكين لكثرة ما كانوا يتصدقون في سبيل الله سبحانه وتعالى. الآن بدنا نشوف موقف السيدة زينب من حادثة الإفك. حادثة الإفك حينما اتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها المبرأة، اتهمت في حادثة الزنا، فهذه ضرة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تقواها وورعها وخوفها من الله. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زينب، قال ما تظنين، ما تقولين، ما سمعتي، ما رأيتي؟ وهي تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احمي سمعي وبصري، يعني يا رسول الله أنا ما سمعت إلا خير ولا أتكلم إلا بخير، أنا ما رأيت على عائشة شيئا قط. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها والله لقد علمت تقواها وورعها وشدة خوفها من الله قبل ذلك، وإنه لزادني الأمر ذلك. يعني أنا بعرف أنه هي تقية وخائفة لله تعالى، ولكن هذا الأمر هو الذي يعني ثبت تقواها وورعها وزادها بعد ذلك. كانت رضي الله عنها كثيرة الصدقة، فيروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جاءها بصدقة عظيمة فألقاها بين يديها، فقالت لامرأة تسمى بنت رفاعة أو بنت رافع، قالت لها ما جاءنا؟ قالت لقد جاءك صدقة من عمر. قال إذن فغطيها، غطت هذه الصدقة، ويقال أنها دراهم كثيرة بلغت 85 درهما، فغطتها. ثم بدأت بعد ذلك رضي الله عنها تدخل يدها فتأخذ جزء منها وتقول أعطي هذا الصدقة لفلان، وهذه لبيت فلان، وهذه لبيت فلان، ثم رفعت يدها خلصت يعني. فنظرت إلى الصدقة فقالت ما هذا؟ قال هذا كله من عطاء أمير المؤمنين في غزوة من الغزوات أو في سرية من السرايا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح في معركة من المعارك فجاءك نصيبة. فقالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. فقيل أنها توفيت رضي الله عنها بعد ذلك ولم تعش طويلا. هذه الصحابية رضي الله عنها نزل فيها قول الله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ونزل فيها قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ونزل في قوله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى. في هذه الآية الأخيرة لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، كما يروي أنس رضي الله عنه قال لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دعا القوم فصنع لهم وليمة العرس، أكلوا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام. النبي صلى الله عليه وسلم بده يطلع من المجلس، فإذا أنت عندك ضيف وبدك تطلع معناته أنه يعني خلص امشي، معناته للضيف امشي اطلع. فلم يقوموا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم وهو صاحب البيت وهم لم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد 3 نفر. الصحابي قاعدين عم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوم قام الصحابة وبقي 3 نفر. فجاء حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أدخل فألقى الحجاب بينه وبينه
يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفة غير الغرفة غير الحجرة التي كان يجلس فيها هؤلاء الصحابة، وأنزل الله تعالى قولهم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فكانت هذه الآية سببا في نزولها في عقد نكاحها. توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب في العام 20 من الهجرة، وقيل 21، ولها من العمر 53 سنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.